يمسح الورقه. واش من ورقه؟ الورقه الورقه اللي كتبت هذيك النهار، هذيك انت اللي كنت داير هذيك البلاكه. ايه وراها. واش هذه كتبت فيها اليوم؟ اليوم العنوان تاع اليوم واش هو؟ واش كاين اليوم؟ اليوم العنوان تاع اليوم واش هو؟ قول لهم، قول لهم في اللايف. العنوان تاع اليوم اسمع اسمع اسكت عليا يا سيدي. العنوان جاي من القران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني احنا ما كاش قبايلين ما كاش عربي ما كاش. بارك الله فيك. الهضره يا الناس راك تسمع. هذه لا بروميير دي شوز. لا دوزيام دي شوز في البلان استراتيجيك تاعنا احنا، احنا الشعب هذا الحزب تاعنا هو الشعب، هذا حزب الشعب، هذه ماشي حركه، هذه اسمها حركه، حركه الشعب الجزائري من اجل ماشي التغيير، التجديد، فرق بين التغيير والتجديد. فهمت؟ احنا ما نغيروش العباد، نجدوا، نديروا لا دوزيام ريبيبليك، الجمهوريه الثانيه، نبداوها من زيرو. باذن الله. نديروا عباد جدد اللي ما سرقوا معاهم هكذا، هذا الصحفي اللي كان بكري يقول لك الفخامه، وهذو اللي داروا الجزائر الخضراء وما كذا، هذو ماهمش معنا، راحوا هذو كاع. اسمح لي، كاين ناس كومونتي ولا قال لك باللي هي المرض ماشي عيب، قال لك الناس مريض. أنا قلت لهم ماشي مريض. يا خويا هما مرض. معليش معليش معليش. أنا قلت لهم ماشي مريض. هما مرض في بيتهم. السمانة اللي فاتت. معليش. هذا اللي يقول لك مريض، إذا هو طبيب يجيب لنا الشهادة تاعو، نقول له باللي الشهادة تاعك ما تكزيستيش. هذا اللي قراك قراك غلط. فهمت؟ حنا دائما اللي يهضر صح يتهم. هذا اللي يهضر هكا. ما شكيتش يقرر. هذا بالباله تاع بالباله. هذا شوف كي يشوفوا انسان عنده شعبيه ولا يشوفوا الانسان يمشي في طريق ربي توجور يتهموه. هذا دائما. فهمت؟ ما يحبوش واحد يطلع. صحيح. الخروف الخروف خطره راح يشرب في العلم كما حنا نقولوا في البيت. اسمع حسين اسمع. والذيب باش يشريها له باش ياكلوا. خلاه كي يشرب قال وراك خوذت لي الماء، كنت راح نشرب خوذت لي الماء. باش يلقى له سبه. باش ياكلوا. انا توجور واحد راجل يدير له تكيات. معاني معاني كلام معاني. فوالا حنا نضرب الانسان اي انسان، انا راني انسان بسيط، اي انسان مهما كانت وزنه نتحداه، يحب يجيني فاسفاس، يحب يجيني بالكلاش، يحب انا نموت واحد، انا بلي لا اله الا الله محمد رسول الله، واي واحد ضد ربي وضد الدين وضد الحقيقه راني ضده.